مشروع إنشاء مستشفى طوارئ سعة 100 سرير في جانبين من مدينة الموصل، ومشروع ضمن تخصصات تيمة الأقاليم سنة 2019. إن شاء الله إحنا في فترة الأيام الجاية، الأشهر الجاية القادمة، مرحلة الإنجاز، المرحلة الأولى للإنجاز. المرحلة الثانية تتضمن تجهيز لجنة طبية إن شاء الله، الكشوفات كاملة، وراح ينحال انه تجهيز اجهزه متطوره حديثه بالمستشفى. استيراد الاجهزه؟ الاجهزه كلها استيراديه، الاجهزه الطبيه كلها استيراديه، عندنا مفراس واشعه وسونار، يعني هاي الاجهزه والعمليات، عندنا صالات العمليات اجهزتها كلها استيراديه. نقول انه وصلنا الى ايش قد بالمئه؟ تقريبا هسه الانجاز يعني مع وصول الاجهزه المصاعد وصولها بهالاسبوع ان شاء الله يصل 75% الانجاز. والمتبقي ماذا؟ المتبقي اعمال تقريبا هي استيراديه، يعني هو صار شويه تاخر بالمشروع من وراء الاستيراد، اجهزه استيراديه للعمليات، المنظومات، الغازات الطبيه والتغليف، صارت العمليات شويه صار بيها، بس ان شاء الله الاسبوع الجاي راح تصل ونشتغل بها. العمل برايك متى يسلم؟ ان شاء الله يسلم العمل خلال الاشهر المعدوده القادمه.